الأياف عنوات الزيارة موت إحرار حلت بغيادة وثوار. مقصدي شاعر الأجيال يطلق عياره زين بنزين واسمع منها أعلام وأخبار. والخبر في مدينة سامة خضنا الصدارة بعد ما تقدموا للثورة أسباع ونمار. 9 شهور وسقطنا كبير الإدارة والحواشي ومن باغي معه داخل الدار. وانتوا اليوم في الساحة فقط للدوارة، لا عزيمة ولا نية ولا فيكم إصرار. قلتوا العر في يافع هو والشرارة، والحقيقة بدت فيها حكايات وإصرار. والحراك احترق قبل النهاية بناره، 5 أعوام سجونا شعارات وإشعار. بعد ما كان يتقدم تغير مساره، لو قدم متر يتراجع ورا 7 أمتار. عزيزي المستمع الكريم، كتب كلمات هذا القصيدة الشاعر أبو سعد ناصر بن قوبة الرداعي، وهي مرسلة إلى الشاعر الكبير زين بن زين البعيطي أبو بشار. بعد ما كان يتقدم تغير مساره،
بعد ما كان يتقدم تغير مساره، لو غدم متري يتراجع ورا سبعه امتار، والهدف في نهض طوله تحول شجاره، ان غادتكم ما بين تاجر وسمسار، شكلوا للصناديق الجديد وزاره، ما عليه يخزنوا فيها ربابي قدوله. لو لكم قصد بعد
بثورة دارهم ودينار ختمها بالنبي طه وعندي بشارة ختمها بالنبي طه وعندي بشارة.